في 13 فبراير من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للإذاعة احتفاء بالدور الهام الذي تقدمه هذه الوسيلة الإعلامية المحببة، وتم اختيار هذا التاريخ تزامنا مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة. ومنذ نشأة الإذاعة المصرية عام 1934 وهي تقدم باقة من أروع البرامج والإذاعيين المصريين الذين حققوا شهرة واسعة وحفرت أسماءهم بأحرف من نور في وجدان الجمهور العربي. عشرات الإذاعات المصرية التي صدحت أصواتها عبر الأثير وحافظت على تنوع محتواها لتظل عريقة على امتداد الأجيال وتكون صوت مصر المعبر إلى العالم أجمع. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين. صوت المعركة، برنامج يعده ويقدمه حمد الكنيسي. وأكلمك يا ريس أمريكا يا ريس وكلمني وأقول تعيش يا مصر، حيث انفرجت الستار الآن عن كوكب الشرق. حسن فايق وعائلة راتب في عيلة حسن القرنفلي. اتمنى الغمر اتمنى الغمر مصر. طارق أحمد